رود الفرج حي شعبي قديم من أهم أحياء شمال القاهرة، كان زمان مركز للمسارح، ومنه انطلق فنانين استعراضيين كتير ومطربين كبار زي الفنانة نعيم عاكف اللي اشتغلت فرقة الكحلاوي على واحد من المسارح هنا في المنطقة، واستقر فيها بعد كده سيرك عاكف، ومكانه دلوقتي عمارة كبيرة قريبة من جامع سيدي الحلية. وهنا كمان كان سوق الخضار والفاكهة الأساسي اللي كانت ليه شهرة كبيرة كمركز تجمع في جميع أنحاء الجمهورية قبل ما السوق يتنقل لسوق العبور. من الأفلام اللي اتصورت هنا في سوق الخضار فيلم سلام يا صاحبي، فيلم الفتوة لفريد شوقي وزكي رستم اللي كان متاخد من قصة حقيقية لواحد من التجار والمعلمين اللي جا من الصعيد عامل أجري بسيط وبقى من المعلمين الكبار قوي اللي بيتحكموا في السوق كله. رود الفرج تاريخ كبير شاهد على فترة عظيمة من تاريخ القاهرة. ايه بقى حكاية ملكة الحواوشي دي؟ ليه بقى اشمعنى؟ عشان الطعم والخلطة. طعم والخلطة؟ اه. تحطي فيه ايه بقى؟ لا ده سر المهنة بقى. سر المهنة؟ اه اقولها لك كده يعني. لا ما تقوليليش ما تقوليليش. طب قوليلي بس الحواوشي ده اصلا بيتحط فيه ايه؟ من باب العلم بالشيء بس. بيتحط فيه لحمة. لحمة وبصل ده اللي نعرفه. اه والتوابل بقى. لحمة وبصل وتوابل. انا بنزل اجيب التوابل بتاعتي من التربيعة. من التربيعة في الازهر يعني. اه. وبطحنها وبحطها فيه. كله على بعضه، تحطي كله على بعضه. اه طبعا. أي. وتحطي بقى على الخلطه الكبيره، مش في كل سندوتش. لا 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 على اللحمه يعني. انا عندي المكنه بتاعتي فوق وبفرم عليها، بنزل اجيب اللحمه من المطبخ. يعني بتجيبي اللحمه صحيحه مش ما تفرميهاش هناك؟ لا 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 بفرمها في البيت عندي فوق. مهنتك كجزاره ساعدتك في المهنه بقى بتاعت الحواوشي؟ اه طبعا اتاحت ليا الفرصه ان انا اعمل حواوشي. تفرمي بقى بالكبه الكهرباء دي ولا باللي كده؟ لا 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 ولا بدي ولا بدي، مفرمه الجزار. ليه بتحطي اللحمه من هنا هتخرج لك الناحيه الثانيه كده ازاي؟ بموتور ولا كبيره؟ ام موتور. ايوه زي أيوة. محلات الجزارين بالظبط. ايوه اللي هي الومنيوم كده وتلاقي اللحمه. ايوه افتكرتها. أيوة. عندي العده بتاعتي بتاع الجزار كلها. وتفرمي فيها؟ اه بفرم. وتحطي بقى البصل اللي جوه ويطلع مفروم ولا؟ بعمل الخلطه كلها واحطها وتنزل بقى، من تحطي اللحمه تنزل المطبخ. وبعد كده تعملي فيها تاني ولا تنزل بقى هي مع نفسها؟ لا 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 بعد كده بتبلها واخدها فرمه كمان، وبعد كده اخدها جاهزه احطها في الثلاجه وافرم بقى احشي فيها على طول. طب زمان كانوا لما نشتري رغيف الحواوشي كانوا بيحطوه في ورق اللحمه ده. اه الابيض ده. ده الورق اللحمه. اه ده الورق الزبده. هو ده اللي بتحطي فيه لسه ساندوتش؟ اه ده الورق الزبده اللي انا لسه بحط فيه لحد دلوقتي. ما ماشيه برضو على الطريقه القديمه، مش العلب، في بقى علب طلعت ومش عارفه ايه. الفويلات وبتاع ما هو الفويل موجود بس لا لازم احط في الورق. لازم تحطي في ورق اللحمه. اه احط في ورق اللحمه بيديله طعم تاني. بيطلعه احلى 100 مره طبعا بكثير قوي، وبيحافظ على الرغيف ويخليه طالع شكله كويس.